أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بك بالله يا أبتاه من الضعف فقال لي يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وزرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا الساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني فثمرة فؤادي فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه حسن عليه السلام تحت الكساء فما كانت إلا الساعة وإذا بورد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا السلام عليك يا جند السلام عليك يا من اختاره الله فاعتذرني أن أدخل معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عزمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله
فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم هوا مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أخي يا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدام يا رسول الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي، بزعتي قد عزنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني لا يا يعلمهم، يحزنني ما يحزنهم، أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا لمعفي معبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل أمين يا ربي، أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد عذرني أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل أمين جبرائيل معنا تعدى الكسان، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال: نبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في معفل معافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي يستانيا: يا علي، والذي بعثني من حق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في معفل من معافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله هما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا، فادوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.